بس بقول لك الأول مرة من نشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني، ايه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي انه من عندنا هذا، شكله من عين. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثوم عاد هذول متلاقين من المصدر، الورقة دي بثلاث حط محط فيهم ايش ايه اصدر، بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة ورا. ها المعمداني يقول لك عند الساحه بالضبط، هي وين لما تدخل على الساحة؟ اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني عرفتها.